نطلع فوق نشوف. تعال بسم الله. يا رب يا رب بسم الله. ايش في يدك انت؟ ها؟ يدك تعور شيء؟ لا. ايش الله اكبر، هذا الجاي يلعب في العيال؟ هذا ما يلعب في العيال. وهذا الصوت يعني لما يجي مطر بينزل عليك؟ اقول عيالي بس ايش؟ انت في العيال. هذا العيال بس انت في العيال. طبعا ما عاد قال انه روحك حلوه وجميله. يا رب يديم عليك ان شاء الله. كان ضيق الحال واضحا جليا بالمكان. بيت متهالك، جدران تلخص المعاناة، وسقف كالمجاز لمنزل فتك الفقر والمرض بساكنيه. لكن رغم كل ذلك لم تغب البسمة عن وجه العم أبو أشرف. روح جميلة ونفس تجملت بالصبر والإيمان وقناعة منقطعة النظير. اللي قاعد في بيته مرتاح ايش تقول له يعني؟ من أنا أحمد الله التلاني عشان يختبر قوة الدين لك فلأقل كل سابه الحمد لله والشكر لله. أنت رجل عظيم. الحمد لله. والله يا رجل عظيم أعظم. والله أنت رجل عظيم، أسأل الله يسعدك ما بقي من عمرك إن شاء الله. لا تبوقف لأني بصيح والله. أمام كلمات أبو أشرف الجبل الشامخ الذي لم تهزه رياح الفقر والمعاناة لم يتمالك فايز ما اجتاحه من مشاعر. ليتوقف التصوير برهة علنا نستوعب شيئاً من بوح رجل بعظمة أبو أشرف. وفي ردة فعل سريعة بعد استيعاب الموقف بدأ الفريق بإنزال ما تيسر من مؤن وكساء لمنزل، وإن بدا خاوياً من كل مقومات الحياة إلا أنه كان غنياً بأهله وقناعتهم. بعض الناس قد تقابلهم مرة واحدة إلا أن أرواحهم الجميلة تطبع في ذاكرتك إلى الأبد. رغم لقائنا العابر بأبو أشرف إلا أن قصته أثرت فينا كثيراً وأحسسنا أنه ما زال بوسعنا فعل الكثير لمساعدته، لذلك قررنا العودة مرة أخرى لرؤيته.